لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقل، وده يرد بعقل وده ينكر بعقل، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل. عنوان حلقتنا النهاردة ابن حجر يكذب القرآن ويطعن فيه. احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن التحسين والتقبيح عند الأشاعرة وإنهم شرعيين، واتكلمنا عن يعني إيه إن الأشياء في ذاتها مستوية، وقلنا إن معنى الكلام ده إن كل الأفعال متساوية، كده بيكون الزنا زي الزواج والربا زي البيع، فالناس مش بتعرف تميز بين الفعل وعكسه إلا في حالة وجود الشرع، وبدون الشرع الناس لا تميز بين الفعل الحسن والقبيح. وخلينا كمان نشوف الفيديو اللي جاي مع الشيخ البراك يأكد لنا نفس الكلام. وعند الأشاعرة في خلاف ذلك يقول الأفعال كلها حكمها سواء، يعني الشرك والتوحيد من حيث ذاتهما سواء، والصدق والكذب من حيث ذاتهما سواء، لكن الشرع فرق بين ذلك، فيثبتون الحسن والقبح الشرعيين. وزي ما شفنا الشيخ البراق بيقول إن بالتحسين والتقبيح الشرعيين يكون الشرك والتوحيد من حيث ذاتهم سواء، والصدق والكذب أيضا كذلك، ونتيجة كده زي ما شفنا في الحلقة اللي فاتت يجوز نسبة الكذب إلى أصدق الصادقين وإنه لا يقبح منه. وفي حلقة النهاردة هنفهم إيه خطورة التحسين والتقبيح الشرعيين اللي بيقولوا بيهم الأشاعرة، وإن إزاي الأمر ده بيؤدي بيهم إلى الطعن في القرآن وتكذيب مباشر للقرآن، وناخد من القرآن أمثلة للتوضيح. وأول آية في سورة الأعراف 157 ويقول كده، قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهيهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهنا لما يقول يأمرهم بالمعروف وينهيهم عن المنكر يبقى الناس فاهمة بعقلها إيه هو المعروف وإيه هو المنكر، ويقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يبقى برضو فاهمين إيه هي الطيبات وإيه هي الخبائث. لكن التحسين والتقبيح الشرعيين اللي بيقولوا به الأشاعرة هيكون المعروف والمنكر متساويين، والطيبات والخبائث برضو متساويين، ومحدش بيعرف يفرق بينهم قبل الشرع، وهيكون معنى الآية لأنهم أصلا ما يعرفوش الفرق بين المعروف والمنكر والخبيث والطيب، هيكون معنى الآية يأمرهم بما يأمرهم وينهيهم عما ينهيهم عنهم. وده عامل طبعا زي الهزيان، محدش عاقل يقوله، فما بالك بالإله نفسه. ومش كده وبس، ده كمان كده بالتكذيب لله، وكده بينسبوا العبث إلى الله لما يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكده دلت الآية على أن الحلال كان طيبا قبل حله وكان معروف للناس، وأن الخبيث كان خبيثا قبل تحريمه وبرضه كان معروف للناس. فلو كان الحلال والخبيث اتعرفوا بالتحليل والتحريم زي ما بيقولوا الأشاعرة أننا عرفنا بالشرع مش بالعقل، هيكون معنى الآية حل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم. طيب، وهنا في سؤال مهم، هل ده بيليق بأسلوب الله لو هو فعلا بيتكلم في القرآن؟ وفي المقابل احنا بنشوف أهل السنة بيقولوا ان الطيب إذا أحل من الشارع فقد اكتسب طيبا إلى طيبا آخر إلى طيبه فصار طيبا من الوكين، وكذلك القبيح إذا نهى الشارع عنه اكتسب قبحا إلى قبحه فصار قبيحا من الوجهين معا. خلينا نشوف الشيخ يوسف ابن محمد الغفيص هيشرح لنا الكلام ده في الفيديو اللي جاي. هذا العقل، نعم، لا يشرع العقل، المشرع هو حكم الله، المشرع هو الله سبحانه وتعالى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، المشرع هو الله جل وعلا وما أوحى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. العقل أبدا لا يجوز أن يكون مشرعا، لكن هل العقل لا يفرق بين الحسن وبين القبيح؟ وأن الشريعة لما وصف الله هذا النبي، لما وصف الله جل وعلا هذا النبي بصفات، قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. بما يأمرهم؟ انظروا إلى الكلمة الجامعة من كتاب الله، قال يأمرهم بالمعروف. ما هو المعروف؟ أي أن الفطرة السليمة والعقول الصحيحة تعرفه. لما أمرهم بالتوحيد العقول الصحيحة تصدق هذا،
إلا من كابر وقال كما حكى الله عنه وجعل الآلهة إلها واحدة. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. ما هي الملة الآخرة؟ أصل الملة الآخرة التي بلغتكم قد وصلها التحريف وقالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن الله يقول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن إيش؟ عن المنكر. لاحظ التعبير أو السياق في القرآن، وينهاهم عن المنكر، لأن كل ما نهى عنه الشارع فهو منكر. الحقيقة العقلية وفي فطر النفوس لا يمكن أن أمرا صحيحا في العقول والفطر وينهى عنه الشارع من حيث الأصل. انظروا إلى تمام الخبر في القرآن، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. ما أحل الله من المطاعم فهو بحكم الله لا شك هو المشرع لهذا. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ الله هو المشرع بالحكم. وشفنا الشيخ يوسف قال إن العقل مش بيشرع، ولكن اللي بيشرع هو الله، واستشهد بصورة الشورى 13 اللي بيقول أو اللي بتقول شرع لكم، وبكده بيكون المشرع هو الله، طبعا هو الله ورسوله زي ما قال الشيخ، وأكد إن العقل لا يجوز أن يكون مشرع. وبعدها قال سؤال مهم جدا، هل العقل مش بيعرف يفرق بين الحسن والقبيح؟ وأعطنا أمثلة مثلا منها في سورة الأعراف 157، يأمرهم بالمعروف وينهيهم عن المنكر. بما يأمرهم راح قال شوفوا الكلمة الجامعة لكتاب الله، يأمرهم بالمعروف. إيه هو المعروف ده؟ قال الفطرة والعقول الصحيحة بتعرفه. لما الله أمرهم بالتوحيد اللي بس هم اللي هيكبروا، هم اللي جعلوا الآلهة، قالوا كده جعل الآلهة إله واحد، يعني فاهمين تعدد الآلهة والتوحيد. وبعدها بيكمل الشيخ عن مفهوم ينهيهم عن المنكر، إن كل ما نهى عنه الشارع اللي هو طبعا الله فهو منكر في الحقيقة العقلية وفي فطر النفوس، يعني نفوس الناس فاهمة بالفطرة ما هو المنكر. ولا يمكن إن أمر صحيحا في العقول والفطر ينهى عنه الشارع من حيث الأصل. وأكد لنا إن المشرع هو الله، فالعقل أبدا لا يجوز أن يكون مشرعا. خلينا ناخد مثل آخر من القرآن، وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وده في سورة الأسراء 32. وهنا بيقول الزنا، يعني هنا بنشوف إن الزنا معروف عقلا إنه فحش قبل الشرع، وإلا ما كانتش الآية تقول لا تقربوا الزنا، ولأن الزنا قبيح وفحش في ذاته كانت ممكن الآية تقول مثلا لا تقربوا الزنا فإنه منهى عنه. وهنا الآية دلت على فعلا إن الزنا إنما تعلق به النهي لكونه قبيحا وفاحشة. الوصف ده ثابت ليها أو ليه قبل، الوصف ده ثابت له قبل النهي للزنا، يعني قبل النهي عنه. وده اللي أكده الشيخ البراك وقال ومذهب الأشاعرة إن الأشياء في ذاتها مستوية لاشتراكة في الصدور عن المشيئة، إنما تكسب الحسن والقبح بالشرع، فالحسن ما أمر به الشرع والقبيح ما نهى عنهم. فالحسن والقبح عندهم شرعيان لا عقليان، ويجوز عندهم أن يأمر الله بما نهى عنه فيصير حسنا، وينهى عما أمر به فيصير قبيحا، وهذا ظاهر الفساد. وأنا دلوقتي هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة. ردا على الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح الشرعيين عند الأشاعرة، أخذنا أمثلة من القرآن إزاي الله في القرآن بيقول ينهيهم عن المنكر ويأمرهم بالمعروف لو الناس ما تعرفش الفرق بينهم. وده بيأكد إن المنكر والمعروف كانوا معروفين قبل مجيء الشرع، وهكذا أيضا إنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، كهية الناس تعرف ما هو الخبيث والطيب والفرق بينهم. ولما يقول لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا، الناس كانت تعرف معنى الزنا وتفرق بين الزنا والزواج قبل الشرع. والتحسين والتقبيح الشرعيين بيطعنوا بطريقة مباشرة في القرآن، لأن كده الله مش معقول هيحرم حاجة هما ما يعرفوش إنها خبيثة أو إنها فاحشة، والعكس مش هيحلل حاجة هما مش عارفين انها طيبة. تابعوني الحلقة الجاية عشان هنشرح نتيجة التحسين والتقبيح الشرعيين عند الأشاعرة، والتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدنيا بقى ولعوبة.